بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل تاني محاضرة في ورشة سكيلينج ويز كات. وصلنا آخر محاضرة اللي احنا ظبطنا الموضوع ده العظم، ودخلنا على المش بتاعنا السكين وحطينا البونز. هنقدر نشتغل من خلال الايت انفلوب. هتبص تلاقي ان العظم بدأ يتحول لك لخطوط. كل عظم في النص كده، يعني كل عظمة في نصها بالظبط خط. الخط ده هو العصب بتاع العظمة، واللي منه هتقدر تتحرك وتظبط الريك بتاعك هو والفيرتكس المحطوطة على المش بتاعك. طيب قبل ما نعمل حاجة، خلينا نقفل ده كده ونبدأ نشوف حاجة بسيطة كده عن الكات. هنعمل كليك يمين، هنقول اد جزم، ودي الحاجة اللي موجودة في الكات. اد جزم دي بتديك سيركل، ريكتانجل، تكست، او اللي انت عايزه. السيركل دي هي اللي انت بتتحكم منها في الايد. تعال نقلل دي بالشكل ده ونخليها 5. اوكي، كده انا دلوقتي اقدر امسك الشيب ده واحرك بيه الايد كلها. طب عشان احرك الايد اعمل ايه؟ اقول لك والله ان الكات مش زي اي حاجة. يعني تعالى انت مثلا نمسك الشيب ده وتعالى نحرك. لو انت جيت حركت هتبص تلاقي في حاجة كده هتحصل لك للايد بتاعتك غريبة، هتدي فيها ستريتش. الستريتش ده مش طبيعي، الستريتش ده مش طبيعي. يبقى المفروض ان انت بتمسك حاجة، اي عظمة من الكات كده، وتروح على الموشن وبتحط له هنا في الحتة دي حاجة اسمها ابسوليوت لير، وتقول بلاي. بلاي دي معناها اللي انت ممكن دلوقتي تعمل انيميشن ما عملش معاك مشاكل. تعال نشد كده زي الاول هنا. بقت طبيعية خالص اهي. اوكي، خلينا بقى نعمل انيميشن. هنيجي على اوتو كي ونعمل كي بوضع البداية. هنمسح ده، خلينا نعمل كي بالروتيشن. اوكي، 5. وخلينا نعمل كده، ظهر هنا ديفورميشن، صح كده؟ طيب تعال خش على 10، نعمل كده هيظهر هنا ديفورميشن. كويس، كل ده جميل. هنيجي بقى عند ال 15 ونيجي ده هننقله هنا عشان نرجع مكانها، ونيجي عند ال 20 بالموف، وهنيجي كده وبالروتيشن نيجي نعمل كده بالموف تاني، نروح جايين راجعين ورا شوية من كده شوية. ظهر لي ديفورميشن في عضلة البايسبس هنا. كويس، نقلدي شوية كده. تعال نشوف هنعمل ايه تاني. طيب ماشي، عملنا كده وبعدين دي ظهرت معايا تمام. طيب احنا عايزين نيجي هنا ونيجي نطلع ده فوق ونرجع ورا خالص. هنا على اللوكال. اوكي، ودي بالشكل ده. خلينا بقى ناخد دي كده ونعملها شوية بالشكل ده. نمسك العظمة دي روتيت عشان نشوف الدراع بالطريقة دي، وبعدين نيجي عند 30 ونقول له انزل تحت عشان يتفرد. طيب نيجي هنا
نروح الالوان دي كده عند ال 25. هنيجي نعمل تاني كده عشان برضو نظبط العضلات دي كلها والديفورميشن دي كلها. اوكي حلو، يبقى احنا عملنا الانيميشن بتاعنا. طيب هنعمل الاوتو كي، هنقفل خالص الاوتو كي. هننقل اول واحد ده هنا، تمام. خلينا بقى نروح على المش بتاعنا والسكان. باجي بفتح الانفلوب دي، تمام، واجي عند الديسبلاي واقول له شو اول انفلوب. لو انت عايز الانفلوب دي اللي هي هتتحكم منها في الريج بتاعك او شكل السكين بتاعك، او color all width هنشوفها دي ايه دلوقتي، او show all vertex. اوكي، او زي ما انت عايز من ده. المهم خلينا في اللي انا عايز اقوله. العظم انا عايز اخفيه دلوقتي، انا مش هحتاج العظم نفسه في حاجة. يبقى العظم نفسه هاجي عند الارم cat bones قال له هايت. مكان العظم ما كان موجود سايب لي كده خطوط. الخطوط دي ايه؟ الخطوط دي الاعصاب اللي جوه العظمه بالظبط، في نص العظمه بالظبط. عشان كده العصب ده لازم يكون في نص الدراع بالظبط بقدر الامكان، تمام. هاجي بقى هنا وهمسك الفيرتكس، وهاجي عند الويد تول هنا وافتح. لو انا جيت مسكت فيرتكس فيرتكسيايا زي ما بيقولوا كده، بس خلينا نعمل نظهر بس الدراع كويس. الت اكس عشان ارجعه تاني. لما ظهرت المش وجيت ضغطت على الايد انفلوب، هتبص تلاقي الويت بقى ده الويت اللي هو ايه، وزن او الافكت كل فيرتكس بالنسبه للعظمه دي. لو انا ماسك العظمه دي هيجيب لي الفيرتكس كلها المتاثره بيها اهي، وقوه كل تاثير ايه، تمام. المفروض ان انا كل ما رحت عند الاطراف كل ما التاثير بيقل في اي عظمه من دول. اوكي خلينا نمسك دي الاول، نبتدي بالاسهل شويه. لو انا شايف ان الانفلوب ده ممكن يحسن لي شوية، انا ممكن اعمل كده ماشي، ممكن اعمل كده. انا عايز العظمة دي مش لازم تقصل لي هنا اهو في الحتة دي، لا انا مش عايز دي كلها، انا عايز بس حتة صغيرة كده، بحيث لما يتني ايده، لما اعمل كده يتني ايده مثلا من هنا ما يبقاش فيه افكت بعيد. طيب هو تنى ايده بالشكل ده لقيت فيه ديفورميشن اكتر من الاول. يبقى هنا في اللحظه دي اروح جاي عامل شويه كده وابدا امسك الفيرتكس بقى والويت تول. طيب همسك الفيرتكس اتنين فيرتكس كده واقول له هيظهر لي كل الفيرتكس اللي ماشيه مع الايدج نفسه. اوكي هقول له واحد تاني لوب اللي جنبه واحد واحد. ده يعني ايه؟ يعني اقوى تاثير للعظمة دي في المنطقة دي، تمام. لوب واحد، شوف بدأ السكين يرجع مكانه. لوب، بص لما عملت لوب هتبص تلاقي هنا ساعات بيحصل كده. فانت هتروح جاي عامل ايه بقى في الموضوع ده؟ هتروح جاي ماسك كده يبقى الفيرتكس دي كلها، او بالاختيار الفيرتكس دي كده كل ده واحد، الايد رجعت مكانها، تمام. لو انا جيت عملت بالشكل ده هتبص تلاقي بالاف 3
هتلاقي ان الفيرتكس اللي واخده واحد هي الاحمر، هي اقوى حاجه. ولما بعمل كده هو بتلاقي ده السكين بتاعه نفسه بقى احمر، تمام. طب الحته الصفرة دي هتلاقي هنا واخده الاصفر، لو الازرق هتلاقي الازرق. طبعا الاحمر هو اقوى حاجه، هو اللي هو واحد، وبتنزل بتدرج باللون بقى البرتقاني مثلا، اللي هو بيبقى برتقاني غامق شويه، التسعه، لغايه لما تنزل بالازرق اللي هو زيرو. اوكي، يبقى انا عدلت المنطقه دي. طيب تعال نشوف كده. جميل، لو اتعدلت معايا كويس. بص هنا شايف، ده العظمه دي مقصره على فيرتكس ورا شدها معاها. لا ده ما ينفعش، تمام. فراح واخد كل الفيرتكس اللي ملهاش لازمه دي كلها تتشد معاها، وراح قايل لها ده كله بصفر، كل ده انا عايزه بزيرو، يرجع مع مكانه هنا وهنا وهنا زيرو. اوكي، ارجع تاني في الاول. اشوف تحت، اهي دي ودي، هخليهم بواحد مثلا ازرق، وخلي دي كمان واحد. ممكن ناخد المنطقة دي كده نشوف، شايف هنا الشدة دي؟ الشدة دي طالما التوبولوجي، يعني التوبولوجي ده اللي هو شكل الإيدجات دي، شكل الإيدجات دي بعد قوي، هنا بعد قوي. وكان حلو في الاصفر، شايف الاصفر لما تاني دراعه ماشي، الاصفر مقرب من بعض شويه، ما بعدش قوي كده. طالما بعد قوي منك كده يبقى اعرف ان انت في ديفورميشن حاصل، والمفروض تقلل الوزن شويه بقدر الامكان. طول ما هو بيحرك جسمه او الجزء ده، خلي الاتجاهات بتاعتك شكلها حلو، مش اكتر من كده. شايف لو هنا هيبقى شكلها احسن، دي 75 المفروض اقل كمان نص، المفروض ان لو جيت بسطت كده ده امتداد الحتة دي، الحتة دي لازم تبقى هنا كده، في ديفورميشن وحاجة مش مظبوطة في السكن. ما انا باجي كده اقول له نص، رجع مكانه هنا، دي ودي ممكن اقللهم شوية ب هتقلل بمقدار 5 من 10، اخليها مقدار 4. اوكي، وراح جاي مقللين كده شوية بحيث يبقى شكله احسن. وهكذا بقى في كل الدراع، وهكذا في كل الدراع. حتة السكن هو متقدم جدا، يعني هي ادفانسد قوي، وعايزة واحد يكون دارس تشريح كويس وعارف العظمة دي بتأثر فين ومتأثرش فين. بس خلينا برضو للآخر هناخد دول ونعمل لوب، معرفش اللوب بتاعه هروح لغاية فين. خلينا نرجع الأول اهو، لوب في الحتة اللي ورا بس. فخلينا دي كمان لما يتني دراعه نقلل شوية عشان تبقى هنا كده.
هنا لو عملنا لوب معرفش لا ما ينفعش. يبقى انت كده هتختار واحدة واحدة او كده بالشكل ده. وتقلل شوية الشكل بقى احسن. وطبعا طالما الشكل بقى احسن يبقى لازم تكون السكين شكله احسن. لو احنا جبنا شلنا الخطوط خالص بقى في 4 اوكي، وجيت هنا هتبص تلاقي شكل الدراع نفسه بقى احسن من هنا. انا فاكرها من الحته دي. طبعا الكوع مشوه الحته دي، فخلينا نعالجها.